فهنيجي عند الباكج اللي احنا لسه عاملين لها كرييت جوه السورس، وهن اد دوكيمنت ونكتب اسم الدوكيمنت نسميه بلوتر دوت باي، ونتأكد ان البايثون كود ده هيبقى executable file. فتعالوا نشوف بقى جوه البايثون كود اللي احنا كتبناه ده هيبقى فيه ايه. طيب البايثون كود لو جينا فتحناه، تعالوا نكبره كده بقى ونشوف متكون من ايه او هو بيعمل ايه بالظبط. فالاول خالص لازم اقول ان البايثون ان ده كود represented by python باليوزر بين inv python، وبعد كده هimport كل اللايبريز اللي انا هحتاجها عشان اقدر ان انا اعمل التاسك بتاعتي. فالاول خالص هimport raspy، وهimport الفانكشن المات بلوت اللي هي بتعمل plotting، وهimport numpy اللي فيها كل الماثماتيكال operations، وهimport math وراندوم وهنتكلم عليهم كمان شويه، وهimport tf حاجة برضو هنتكلم عليها كمان شوية ممكن نستخدمها وممكن لأ، وهاخد من الناف messages اللي أنا كنت عاملة لها كنت واخداها من الديبندنسيز بتاعتي في creating الباكج، هاخد منها odometry، وهاخد من الجيومتري messages twist و pose. وفي الأول خالص هانيشيلايز النود وهسميها odom plotter. النود دي بقى المفروض تعمل ايه؟ المفروض تسبسكرايب readings من الاودومتري وتقاد عليها نويز براندم فاليوز، وبعد كده تبلوت الريدنجز دي. طيب تعالوا نشوف البايثون كود جواه ايه بقى، والنود دي جواها ايه. جواها فانكشنز اتعرفنا عليهم الراس توتوريال اللي فاتت، فانكشن بتحول من اويلر تو كواترنيان، بتاخد الياو والبيتشورول وتحولهم لكواترنيان اللي هما الاربع اورينتيشنز اللي احنا شفناهم في المسج بتاعه الاودوم. وي فانكشن بتعمل العكس، بتاخد كواترنيان تحوله لاويلر، بتاخد الاكس والواي والزد والدبليو تحوله لياو وبيتش ورول، عشان احنا مش بنفهم في الكودز بتاعتنا والايكويجنز بتاعتنا غير اويلر كووردينتس. والفانكشنز دي موجوده على الانترنت فتقدروا تتشكوا برضو ازاي بنحول من اويلر لكواترنيان ومن كواترنيان لاويلر. بعد كده هنكريت شوية حاجات كده initially فاضية، هنعرف دول اللي هنستخدمهم في ايه. فهنكريت شوية arrays فاضية، الarrays دي انا عايزة اكونكاتينيت فيها الداتا اللي بسمعها وبقعد عليها النويز برضو. فانا عندي array اسمه t، t ده بيrepresent time عشان لو هبلوت with respect to time، x ده بيrepresent ال x اللي جايالي من السنسر، position at x اللي جايالي من السنسر، y بيrepresent ال position at y اللي جايالي من السنسر، زاد نفس الحكاية، وثيتا نفس الحكاية. وفي بقى arrays تانية بتريبريزنت النويزي داتا بعد ما اخدت readings من السنسر عملت عليها adding شوية نويز وهسيفهم في الarrays دي، x noisy y noisy و z noisy و theta noisy. تمام، وعملت شوية initialization لشوية parameters هنستخدمهم في الكول باك functions لما اجي اسبسكرايب من الأضم. ففي الأول خالص عملنا flag اسمه flag continue، flag continue ده initialized بزيرو هنتكلم عنه برضو كمان شوية، وعملنا اتنين messages، واحدة شايلة pose واحدة شايلة velocity، واحدة of type pose والتانية of type twist، علشان زي ما عرفنا ان أضم sensor ده بي publish geometry message of type pose فيها ال position at x و y و z و وال orientation at x و y و z برضو، و بي publish برضو ال velocities of type twist linear و angular velocities. وعملنا arrays برضو فاضية فيها 6 elements فاضيين لل position وال velocity عشان نسيف فيهم ال position وال velocity بعد كده. طيب زي ما احنا عارفين وتعلمنا قبل كده ان انا عشان لما اجي اسبسكرايب من اي سنسر او اي حاجة بستخدم اتنين سبسكريبشنز، فبسبسكرايب مرة initially اخد الانيشال داتا، وانس اني اخدت الانيشال داتا ده دي بطفي السبسكرايبر وبعد كده ببتدي اسبسكرايب بالسبسكرايبر التاني. فتعالوا نشوف الاول السبسكرايبر الاولاني اللي بياخد الانيشال داتا ده بيعمل ايه. في الاول خالص برضو احنا عرفنا للسبسكرايبر الانيشال ده position initial
و position فاضي array فاضي لل position و flag initial بزيرو و velocity messages of type twist و velocity initial كلها zeros. جوه الفانكشن اللي بتعمل subscription initially بتاخد الداتا اللي هي المفروض تتبعت لها من الاودومتري وبتعرف بنعرف جواها كل حاجة بنستخدمها as global عشان اقدر استخدمه جوه الكود كله، وبناخد الداتا دي نخليها تبقى كل المسج، ومش عايزين ننسى ان احنا بنعرف برضو السبسكرايبر بتاعها as انه global. وبعد كده بسيف في البوز messages اللي انا عملت لها create of type pose، هسيف فيها كل الحاجات اللي انا سمعتها من الاودوم ده of type pose. فكان عندنا لو جينا فتحنا الاودوم تاني، لو انا عايزة ابص على التيرتل بوت واشوف الاودوم تاني، هلاقي ان انا عندي لو جيت عملت روس topic info لاودوم وروس topic روس message info لناف messages underscore odom odometry، هلاقي ان انا عندي في position في pose يعني اي حاجة of type pose ليه حاجتين position و orientation. فلما اجي ابقى عايزة اقول pose واخد منها position، فعامل حاجة of type pose dot position dot الx او الy او الz. نفس الكلام لو انا عندي pose وعايزة اجيب orientation، فتبقى dot الorientation ده dot x dot y dot z او dot w لما يجي اكسس اي element فيه. فتعالوا نشوف في الكود بنعمل ايه زيه. فهنلاقي ان انا عندي pose message initial pose message اللي هي 0 دي of type pose. فلما يجي اكسس position لو انا عايزة اسيف position جواها، فهكتب pose message 0 dot position dot x equal، هسيف فيها بقى ايه المسج اللي جايه لي دي dot pose dot pose dot position dot x، عشان المسج اللي جايه لي دي of type odometry. فodometry في pose وفي twist وفي حاجات تانية كتير، فانا عاوزة access من المسج dot pose dot pose dot position dot x وهراوند ل 4 decimal places بس عشان اخد اول اربعة. نفس الكلام للy، نفس الكلام للz، ونفس الكلام لما اجي اكسس الاورينتيشن، فاكسس الاورينتيشن دوت اكس بنفس الكلام بالظبط، بس المره دي بدل بوز دوت بوز دوت بوزيشن فبقت بوز دوت بوز دوت اورينتيشن، وباخد من الاورينتيشن يا اما اكس يا واي يا زد يا دبليو. طيب زي ما احنا عارفين ان احنا مش بنعرف نتعامل مع الكواترنيان كوردينيت، فمحتاجه احول الكواترنيان دي لاويلر. فيا اما هعمل حاجه من الاثنين، يا اما هستخدم الفانكشن اللي اسمها كواترنيان تو اويلر اللي احنا معرفينها فوق. الفانكشن اللي اسمها كواترنيان تو اويلر دي كانت بتاخد ايه؟ كانت بتاخد الاكس والواي والزد والدبليو وتحولهم لياو وبيتش ورول. فيا اما هستخدم فانكشن اللي هي اسمها كواترنيان تو اويلر، يا اما ممكن استخدم حاجه اوريدي متعرفه مش محتاجه اكتبها اس فانكشنز من اللايبرري اللي انا كنت عامله لها امبورت فوق اسمها تي اف. في حاجه اسمها ترانسفورميشنز جواها فانكشن اوريدي بترانسفورم من كواترنيان تو اويلر، فاسمها اويلر فروم كواترنيان، واقدر اديها فيكتور. الفيكتور ده فيه الاكس والواي والزد والدبليو بتوعي عشان يتحولوا في الاخر لرول وبيتش ويو. اي حاجه في دول اقدر اعملهم. فانا سايبه لكم التو lines of code تقدروا تستخدموا يا اما ده يا اما ده، هيطلع لكم نفس الريزلتس. طيب بعد ما اخدنا الياو والبيتش والرول واخدنا الاكس والواي والزد، فانا اقدر اسيف الاكس والواي والزد والياو والبيتش والرول initially في position 0 اللي انا كنت عامله له creation فوق as a vector في 6 elements فاضيين. vector كله zeros في 6 elements فاضيين. فاول لما سبسكرايب الانيشال باخده اسيفه في position of zero. نفس الكلام للvelocity. فالvelocity هسيف هسبسكرايب لما اجي سبسكرايب الاودومتري هسيفها velocity message of initial. الvelocity message initial دي كانت of type twist. فvelocity message initial دي dot of type twist اقدر اكسس منه يا اما linear يا اما angular. فdot linear dot x هي equal لي round المسج اللي جايالي
دوت ويست دوت ويست دوت لينير، علشان انا باخد اودومتري فلازم اكتب دوت ويست عشان يعرف ان هو داخل جوه التويست، جوه التويست تاني مره جوه اللينير اوف اكس واي وزد او انجلر اكس واي وزد. وهبرضو هراوند الديسيمال بليسز بتاعتي عشان ما لما اجي ابلوتها على التيرمينال ما يطلعليش ديسيمال، او لما اجي اشوت على التيرمينال يعني ما يطلعليش ديسيمال بليسز كتيره. ودلوقتي بقى عندي الفيلوسيتي ات اكس وواي وزد انجلر ولينير، وهسيفهم في الفيلوسيتي انيشال اللي هو كان اري كله زيروز، فهسيف في الستة elements اللي انا عملت لهم سبسكريبشن. وعشان ده السبسكرايبر الاولاني، فوانس ان دخلت سبسكرايب اول مسج اللي هي الانيشال بسات الفلاج انيشال بتاعي ده ال1، وبخرج بره السبسكرايبر واعمل ان ريجستر للسبسكرايبر ده عشان ما اسمعش منه تاني. السبسكرايبر ده ازاي اقدر اسبسكرايب منه؟ بسبسكرايب اودوم من توبيك اسمه اودوم، التايب اوف المسج اسمها اودومتري، وعلشان اقول بيها الكول باك الانيشال اللي احنا لسه شارحينها. طيب لو انا عايزه سبسكرايب كونتينيوسلي كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل نفس الميثود بالظبط، بس كول باك عاديه بقى مش انيشال، وبسيف في بوز مسجز مش انيشال بقى، بوز مسج اللي انا عملنا لها كرييت اوف تايب بوز، بس دي اللي بسيف فيها الداتا كونتينيوسلي اللي جايه لي من الاودوم. نفس الكلام للفيلوسيتي مسج، وفي الاخر بسد الفلاج ده ل1، الفلاج بتاع الكونتينيو ان انا بسبسكرايب من السبسكرايبر اللي شغال على طول ومش بطفي السبسكرايبر ده، والسبسكرايبر ده برضو بيسبسكرايب من اودوم توبيك تايب المسج بتاعه اودومتري، وبيكول الكول باك فانكشن علشان يقدر يسيف فيها البوزيشن والاورينتيشن والفيلوسيتيز لينير وانجلر كل مره. طيب بعد كده لازم كنت لازم عشان اوقف السبسكريبشن بتاعي وانس ان جالي اول انيشال اودوم اخليه يبص على الكود كله بعد كده يسبسكرايب، ما يعملش سبسكريبشن من الانيشال بس يعمل سبسكريبشن من الكونتينيوس على طول. فكان لازم اسيت او اعمل وايل لوب. وايل لوب دي بتشوف لو الفلاج بتاعي انيشالي كان ايكوال زيرو يبقى انت لسه ما سمعتش اي حاجه، يبقى افضل شغال في الكود عمال تباس تباس تمشي على الكود كله لحد ما تسمع اول ريدنج. وانس انك سمعت اول ريدنج خلاص هتبتدي بقى تسبسكرايب من الكونتينيوس سبسكرايبر اللي كان شغال على طول. طيب بعد كده احنا دلوقتي عملنا سبسكريبشن او اخدنا من السبسكرايبر اخدنا منه البوزيشن والفيلوسيتي بتوعه. دلوقتي احنا عايزين نقعد شوية نويز على البوزيشن بتاعي بتاع السنسر، علشان انا السنسر اللي موجود في الحقيقة او السنسر اللي موجود في الماركت يعني فيه شوية ايرورز، فعايزة ادخل الايرورز بتاعتي دي على السنسر. فهعمل فانكشن اسمها نويزي اد. نويزي اد دي بتاخد البوزيشن تقعد عليه راندوم نويز او تقعد عليه راندوم داتا. تعالوا نشوف هتقعد عليه random data وهتسيفهم في position في variable اسمه position noisy. position noisy ده برضو array فيه 6 elements x و y و z و roll و pitch و yaw اللي هي بي indicate ال x و y و z بتوعي وال orientation وال pitch وال roll كمان. طيب هنقعد بقى ال noisy signal دي ازاي؟ فانا هاخد ال position. ال position ده هو فيه 6 elements، 6 elements هما x y z ثيتا و pitch و roll. فانا مهتمية اكتر حاجة بالاكس والواي والثيتا اللي هما الستيتس بتوع الروبوت بتاعي. لما اجي اكسس اي element موجود في الاري لازم اخلي بالي ان في بايثون الاريز بتبتدي من زيرو، فلو انا عايزة اكسس من البوزيشن ده الفاليو اللي اسمها x فهقول position of zero، هقعد عليها random noise بفانكشن اسمها random.uniform. عشان كده كنت عاملة import فوق لحاجة اسمها random. random دي باخد منها حاجة اسمها uniform او function اسمها uniform. بقعد random data من negative value ل positive value تانية. ال value ال positive وال negative دول بيمثلوا عندي ال standard deviation. طيب ال standard deviation اللي موجود على ال x انا هدي اي رقم. فمثلا ال standard deviation of 0 دي هي حاجة بتريبريزنت الستاندرد ديفيشن اوف الاكس
كان رقم صغير او كبير بيرينج من نيجاتيف الفاليو دي لبوزيتيف الفاليو دي. طب تعالوا نشوف هو std ده مين اصلا. std ده array في parameters. الparameters دي موجودة في launch file باكستراكت منها الparameters دي as constants انا مسيفاها هناك. فمسيفة حاجة اسمها xstd يعني ال standard deviation بتاع ال x position, ال standard deviation of ال y position, وال standard deviation of ال theta, ومسيفاهم في ال launch file. هنبص على ال launch file ده كمان شوية. فلما اعوز extract ال parameter اللي هو اسمه xstd ده اللي بي represent standard deviation at ال x, ب represent ب std of 0 اللي هي ال array دي ال element number 0. نفس الكلام لو انا عايزة add noise على ال y, فبعمل نفس الحكاية بس ب extract تاني element موجود في ال array اللي اسمه position ده اللي هو في index 1, وه add عليه برضو random noise من negative standard deviation ل positive standard deviation بتاعه. ونفس الكلام للثيتا, انا كنت مسيفة x y z بعد كده ثيتا, فثيتا هو رابع element عندي اللي موجود في تالت index plus random noise برضو بتاخد ال standard deviation بتاعه في ال positive وفي ال negative. وبعد كده بسيف ال x وال y والحاجات اللي انا ما غيرتهاش بس بسيبها زي ما هي. ال position of 2 ده اللي هو ال z انا ما زودتش عليه اي noise فسيبته زي ما هو. ثيتا نويز دي انا زودت نويز على الثيتا. البوزيشن ات 4 ما زودتش عليه اي نويز, وبوزيشن ات 5 نفس الكلام. وبسيف الكلام ده في بوزيشن نويزي. طيب الفانكشن دي بتعمل ايه؟ الفانكشن دي بتريتيرن البوزيشن نويزي ده عشان اقدر ابلوت الداتا دي. طيب المشكله عندي في البلوتينج ان انا محتاجه اخد كل الريدنجز اللي السنسر طلعها يعني عملت لها سبسكرايب, وكل الريدنجز اللي انا عملت لها ادنج للنويز. فازاي هاخد الريدنجز دي؟ كان في شويه elements احنا كنا مسيفينهم as empty arrays فوق. الامتي arrays دول انا عايزه اكونكاتينيت فيهم كل مره بسمع حاجه بكونكاتينيت فيها الاكس والواي والثيتا, وكل مره باد نويز على حاجه بكونكاتينيت فيها برضو في الاكس نويزي والواي نويزي والثيتا نويزي. فالكونكاتينيشن ده بيحصل ازاي؟ احنا عملنا الكونكاتينيشن كله في النويزي اد دي عشان انا كل ما سبسكرايب داتا باد عليها نويز فبقول النويزي اد دي. فهعمل اكس دوت اباند. اباند دي هي حاجه بتخليني اكونكاتينيت على الاري اللي اسمه اكس ده, وهديله البوزيشن اوف 0 ده بكونكاتينيت على الامتي اري البوزيشن اللي انا عملت له سبسكريبشن اللي مش نويزي. نفس الكلام للواي, نفس الكلام للثيتا. والاكس نويزي دي بقى بند عليها البوزيشن نويزي اوف 0. نفس الكلام للواي, نفس الكلام اوف للثيتا بعد ما عملت ادنج للنويز. وفي الاخر خالص باجي عند المين ميثود بتاعتي واشوف انا هكول الميثود اللي اسمها نويزي اد دي امتى. فبقول لو انا جالي فلاج اوف انيشال كان ايكوال 1 يبقى ده معناه ان initially حصل لي subscription لداتا اخدتها اول مرة من ال initial subscriber, فالداتا دي هدخلها هقاد عليها noise برضو زيها زي بقية الداتا. فهقاد عليها noise واسيف النويز اللي قادت دي في حاجة اسمها position noisy. نفس الكلام لو الفلاج بتاعي ال continuous كان equal 1 يبقى ده معناه ان انا اخدت subscriptions كتير من الفلاج من قصدي السبسكرايبر التاني اللي هو اللي شغال. كل ما بدخلت عملت سبسكريبشن مره هيدخلني هنا يخليني اقول الميثود اللي اسمها نويزي اد بوزيشن وتسيف في نويزي اد, ولازم كل مره اخلي الفلاج ستت لزيرو تاني علشان يقدر يدخل جوه السبسكرايبر ويسبسكرايب مره كمان. بس فلاج انيشال ده مش فارق اخليه بزيرو او بوان عشان كده كده السبسكرايبر الاولاني بيسبسكرايب مره وبعد كده يا ان ريجستر فما بيشتغلش تاني. كل الكلام ده بيحصل جوه الوايل لوب اللي هي لو ما عملتش شات داون هتفضل شغاله. وانس اني عملت شات داون وخرجت بره الوايل لوب ايه اللي بيحصل؟ ببتدي ابلوت البلوتس بتاعتي وهبلوت الاكس العاديه اللي مش نويزي مع الاكس نويزي, وفجر تاني هبلوت الواي اللي مش نويزي مع الواي نويزي, وفجر تالت هبلوت الثيتا اللي مش نويزي مع الثيتا نويزي. ولازم اد لاين بتاع plot.show ده عشان يفضلوا باينين لما اعمل كنترول سي واوقف الكود.